مرحبا، نتعلم شوي مع بعض طريقة التدريب على المعالجات والذواكر، رفع وتركيب الذواكر والمعالجات. طبعا ترفع الذاكرة حسب المكان اللي بيناسبك، يعني اول شيء المعالج او الذاكرة. هون بالبداية الحرارة طبعا بتختلف من بورد لبورد، خاصة بالاندرويد. هذا جهاز قديم، مش هقول هلا شو الاسم، بعدين لتشوفه فك، لكن هذا تطلب حرارة عالية. هون بعد ما رفعنا بدنا نطعم الأرجل بالخلال معجون القصدير. الهدف منه إزالة القصدير القديم وتشبيع النقاط بالقصدير الجديد، وتكون كله عم يبرد. هيدي الذاكرة طبعا، هيدا النوع الأجهزة ما في أندرفيل، يعني حماية بالليس، أسهل للتدريب خاصة بالبدايات وأريح. هون مننظف ومنجرب من نلاقي المصدر الصب المناسبة. طبعا هون في عندي اليونيفرسال، انه جهاز قديم هذا مش موجود لقله مصدرة خاصة. هون عم ننظف المصدرة، عم جهزها لأقدر استخدمها بالسورد الويك. مننظف ونرجع بالتنر، منشيل البقايا الأوساخ وتكون كله فتحات نظيفة. نرجع بنحط محرمة ومن سنتر هون المعالج، ومنصب بالمعجون القصدير. طبعا المعجون القصدير بده يتنشف شوي، مش كتير، وبحرارة خفيفة، يعني تقريبا ما يقارب 310-320 هواء الأخف شيء. بيطلع معك بهالشكل. فيك تعمل وجه تاني هيك أفضل لحتى تلقط النقاط بشكل أفضل، لكن بدها تعزبك مصدرة اليونيفرسر بالكرات القصدير الإضافية اللي بتصير. وفي أوقات يعني ما بتطلع مثل المصدرة اللي بتكون خاصة للمعالج، بتطلع أنظف هيداك وأريح. طبعا بدك تنظف البقايا، تشوف أي شيء إضافات زيادة بدك تعالجها. مثل ما هون شايفين في عنا نقطتين هيك بالكاد ممكن يدقوا بعض. هون في نقطة طايرة ولقطة بأختها، شلت منها جزء. هون عم نشيل، حط شوية فلاكس. وهلأ بنفس الحرارة نعمل لها هيك تصحيني لتاخد الكرة محلها، والقطعة يلي بيكون فيها هيك تشوه بالشكل ترجع محلها. هون في عندي نقطة أنا طايرة بدي أرجع عوضها، باخد نقطة من قلة من البقايا وبحطها بنفس المطرح وبسخن وبيمشي الحال. هيك صار جاهز، بخليه بالفلاكس وبحطه على جنب، ما بنطفه لأنه أحسن من أكسيد. هون بشيل ننظف الذاكرة ومنجيب لها، منشوف لها مصدرتها المناسبة. هون هلا هون ضيعت، ما عرفت أي وحدة منهم، بس هي النصانية الأكبر شيء هي بتزبط. طبعا مصادر الصب اليونيفرسال جيبوا النوعية المرتبة، مش أي نوعية موجودة. في مثلا مرتبين هاو شركة الميجينج كلبنان، وأوقات أبو حسن نزلها هيك على اسمه كمان، هاي مرتبة كتير، هاي عم بستخدمها أنا هاي الميجينج، ومطبوع علي أبو حسن عند المركز الفني الاحترافي. طبعا هون الذاكرة سهل الريبولينج لها، أسهل من المعالج لأنه أكبر المعالج. هون عم نظف بعد الاي سي سخنة، عم نظف بلا تنر وإلا بالطقطي. بشيل هون البقية، بس لقيها خلص بردت فيني شيل بالتنر. هلا هون عم شيل هالبقايا، الواحد بياخدوا محلهم. في نقطة هون كانت لقطة هيك شلتها، بحط لها شوية تنر فلاكس وبتنشيل. هلا كل شيء جاهز. البورد طبعا انا البورد ما نظفتها وقت خلصت، فكيت ونظفت الارضية احسن ما تأكسد النقاط. قبل ما ركب بنظف، ونفس الشيء للايسيات قبل ما ركب بننظف، لانه هيدي هالفترة يلي لمت بدها تبرد وكذا، ممكن تأكسد النقاط وتعمل لك مشاكل ما تركب بشكل مظبوط.
هون حركب بحط شوية قصدير ما بدك كتير. لقيت هون مناسب انه عيد تسوية النقاط لانه في نقاط لقيتها اعلى من التانية. بنظف هيدولي بنظفهم ونرجع بحط قصدير جديد فلاكس جديد ما كمية صغيرة ما بدها لهدي وبرك بسنتر وبالحرارة. هذا الجهاز اتطلب مني حرارة قريبة لل 400 وحيانا اضطريت لل 410 لانه بورتو سميكة وكبيرة اني ما بسهولة نفكت. هوني مثلا مدى بالقصدير بشكل مزبوط مثل العادة بالاجهزة الحديثة بينتشر الفلاكس والسبيو. هلا هون ما حبيت طول زيادة نركب هوني الذاكرة ونرجع نشوف شو بنعمل هونيك. لهيداك بنعمل وجه تاني بس بعد بنغرقه بالفلاكس. سنترنا هون الذاكرة. الذاكرة ما بدها شيء تسليط الهواء على المنتصف مش اكتر من هيك. ما اخذت وقت دغري تحركت وبينته. هون عملت جولة تانية فقط للتأكد من السبيو وركب مزبوط. طبعا السبيو بيتحمل حرارة اكتر من الذاكرة. الذاكرة وخاصة اذا الذاكرة مدمج فيها الرام ما بتتحمل كتير. هون حاتركها تبرد بس تبرد شي ابو 3 دقايق وهون شفتها انه بردت. حط الشاشة نوصل الباور سبلاي. طبعا لاحظت هون هذا الجهاز من اي فئة. هذا الاي 71 النوكيا بلا ما زبته ومتروك بلا شيء بقدر نستفيد منه نمرن حالنا. واي سي مثل اي سي معالج مثل المعالجات التانية والذاكرة نفس الشيء. الفرق انه في بعض الانواع مثل الانواع يلي منن مزفتين لكن هذا بيعذبه كتير بموضوع فك الحرارة اللي بناسبة وهالمسائل. غير اما هوديكي اسهل بالفك ما بيطلبوا حرارة زيادة. الحرارة الكبيرة ممكن تعرض الذاكرة خاصة يلي بتتضمن الرام يعني اي ام سي بي للتلف. هون طبعا بالملقط لانه المفتاح مضروب هون اشتغل. بهيك الحالة مردنا حالنا. كلفة بسيطة استفدنا من هالأجهزة يلي مسدوتة على جنب ما إلى أي عازب الوقت الحاضر. ويعطيكم ألف عافية.